الحفل هو فان زون مصغر للجماهير المغربيه. احنا نتمنى نكون نوفي لهم جزء من هذا الفان زون وتعريف الملاعب والمونديال، خصوصا ان المملكه المغربيه مش منتخبها مشارك ومتاهل للبطوله. نتمنى له التوفيق ونشوفه في الادوار الثانيه ان شاء الله، واحنا ندعم المنتخب المغربي في هذه البطوله. كما ان البطوله تمثل لك كل العرب، هو مونديال للعرب والمسلمين، ونتمنى ان نقدم ابهار للعالم بصوره تاريخنا وحضاراتنا وتقاليدنا. احنا درنا هذا الشيء ونرحب بالجماهير المغربيه متواجده في الدوحه، وان شاء الله هم يدعموا منتخبهم واحنا ندعمهم كذلك. وهذا الشيء مجرد فان زون مصغر للجماهير المغربيه المتواجده في المغرب. هذا ليفينمون هذا واحد ستوند ديال فيفا وورلد كوب قطر 2022 اللي كيقرب اطفال والمواطنين هنا باش يشجعوا الفريق الوطني ديالنا. كاين جميع من مجموعه من الانشطه اللي موجوده هنا، دونك عندنا البلاي ستيشن 5، لي تير اللي غايتيريو في لو تير ابوت، بعد لي كادو اللي غيبداو يتفرقوا، عندنا بياغ اللي الناس كيلعبوا بالكره، والانشطه كثيره ان شاء الله باش نفرحوا المغرب ديالنا ونفرحوا هاد الناس هادو اللي جاو يزورونا هنا. اليوم اتشرف صراحه بالحضور في هذه الفعاليه الرائعه صراحه، التي ان ارادت ان تبرز شيئا فانما تبرز انه كاس العالم شيء ثاني، كاس العالم حاجه اخرى، الكل يهتم بكاس العالم، الكل يهتم بالحضور بكاس العالم لانه بطوله عالميه تجمع كامل الثقافات وتجمع كامل الامم في لعبه واحده في حب الامم، بعيدا عن الحروب والصراعات والثقافات والصراعات الهويات وكامل الايديولوجيات. وصراحة أنا منذ 4 سنين تشوقنا وصراحة ارتضرنا كثيرا أن كأس العالم 4 سنين حاجة كثيرة جدا، كأس العالم يأتي كل 4 سنين، ليست بطولة عادية أو هكذا مرور الكرام، فإنما بطولة لا سيما أنها تقام في بلد عربي وبلد مسلم لقطر قطر. فهذه البطولة لابد الهدف الأول منها هي أن تبدل آراء الدول الأخرى الغربية عن الدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط وبالإسلام عموما. قطر ستقوم، انا في نظري قطر ستقوم بتنظيم احسن بطوله على مر التاريخ كاس العالم، من كم تجهيزات حتى المستوى الفني سيكون اكثر من رائع، خصوصا الاعين ستكون على ميسي وعلى رونالدو كونه انه اخر كاس العالم لهذين النجمين، وعين على المنتخب المغربي الذي صراحه في نظري هو سيكون هو المنتخب العربي الذي لديه حظوظ اكبر واوفر للمرور الى الدور القادم. حضور صراحه اكثر من رائع وفعاليه اكثر من رائعه. هذه الفعاليه لها دور ان تقرب المواطن العادي او المشاهد المتابع كما كان، سواء كان رجالا نساء او ذكورا او شيوخا، تقوم بتقريب كاس العالم الى ارض الواقع والى لا سيما ان غدا وافتتاح كاس العالم، فهذه الفعاليه صراحه اكثر من رائعه ونتمنى اكثر من فعاليات من هذه.